لأخبارنا، ولكن بعد الانتهاء من الأخبار المحلية هنروح للأخبار العالمية. اللجنة المنظمة لدوري كرة السلة الأسترالي قرروا إن هم يأجلوا موعد انطلاق البطولة إلى شهر يناير المقبل بسبب بعض المخاوف المالية اللي بتتعلق بجائحة كورونا. كيستلمان رئيس مجلس الإدارة التنفيذي لرابطة السلة الأسترالية قال إن موسم 2020-2021 تأجل إلى منتصف يناير على أقرب تقدير طبعا من رئيس مجلس الإدارة، ده عشان يدعم فرص الحضور الجماهيري للمباريات بهدف إن هم يعززوا أو يكون في إيرادات أكبر في هذه البطولة. وأكيد هيكون الموقف لموعد الانطلاق الفعلي هيتحدد زي ما قلت لحضراتكم في يناير، وهيعتمد ده على عدد من العوامل من بينها قيود السفر والانتقال ما بين الولايات المختلفة داخل أستراليا.